يقول السائل: هل يجوز للمعتكف في الحرم أن يحضر مثل هذه الدروس داخل الحرم، وأن يطوف حول الكعبة، وأن يخرج من أجل أن يشتري له أكل، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، كل هذا يجوز للمعتكف، يجوز له يطوف بالبيت لأنه عبادة، طواف عبادة، يجوز له يحضر الدرس يستفيد لأن هذا عبادة. وأما خروجه لشراء حاجته هذا مباح، هذا مباح، إذا كان يحتاج إلى شيء يخرج بقدر الحاجة ويرجع.